تشاهدون الآن. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برامجكم جوله، حلقتنا اليوم من داخل منطقه زوتين العريقه. اليوم بكلمه احمد جمعه حنجرب مع بعضنا جوله ميدانيه كامله، حنتفقدوا فيها احوال اهل المدينه، حنشوفوا فيها مؤسسات الدوله ما بين بنك الشرطه، ما بين السجل المدني، ما بين الصحه، ما بين التعليم. حنحاول بقدر المستطاع ان في حلقتنا اليوم نغطي كل اجواء منطقه زوتين، واكيد مش حننسوا الاجواء البحريه الصيفيه اللي اروع ما يكون. احمد جمعه، محمد شركس، برنامج جوله من داخل منطقه لزويتينا. حالياً أول جولات مع بعضنا حنبدوها بمركز الشرطة، وحنا عارفين الأمن والأمان هو أهم شيء في المنطقة. لو حنا نخش مركز الشرطة ونتعرفوا عليهم ونشوفوا أجواءهم الأمنية في جولتنا، يلا معنا. مشاهدينا الكرام، حاليا وصلنا داخل مركز شرطه زويتينا، ومعي رئيس مركز شرطه زويتينا العقيد فرج عبد الحميد. رحبوا بك اول شيء، نقولكم ربي يعطيكم الصحه وموفقين باذن الله تعالى. يا مرحبتين ونستونا في منطقه زويتينا، الله يحفظك، ان شاء الله اقامه طيبه. بارك الله فيك سيد العقيد. نحن لو حكينا على اجواء الوضع الامني داخل منطقه زويتينا، وكيف توصف المشاهد الكريم؟ منطقه زويتينا طبعا منطقه تعتبر من نفس القبيله زي ما تقول، في ترابط اجتماعي بيننا ومشاكلنا شبه نحل فيه يعني ودي الأغلبية، ولكن الجرائم الخطيرة طبعا نادرة عندنا احنا هنا في منطقة زويتينا، مش كثرة يعني. ممكن حالة الموت في غرق البحر، وفاة طبيعية، أعراض يعني عوارض يقولوا عليه، لكن الطبيعي ان الجرائم الكبيره كيف اعتقد السرقه والقتل وهذين لا لا ان شاء الله نحن ما عندناش، لان نحن نفس المنطقه ونفس بيت واحد يعني ايوه بيت واحد نحن هنا في زويتينا. المواطنين متعاونين مع، لان نفسه هو مركزهم زي ما نقول يعني، مش بصوره ان هذا مركز شرطه، نفس كنا لهم كنا مش بنظم موضوع شكل رسمي بتاع مركز الشرطه وانا مواطن، موضوع الخوف موضوع المواطن ويقعد معي هنا ويحكي لي ويقول لي راه المشكله الفلانيه، ومرتنا نطلع معه شخصي نعدي نحل لها شخصيا بشكل ودي. يعني بشكل ودي عندنا في فتره الصيف بس شويه طبعا، ان مصيف عندنا احنا مصيف اكثر الشغل شويه، يكثر الشغل شويه، لان مدينه جدابيه طبعا مدينه كبيره، وهذا المصيف نتاعها هي زويتينا، وكل الشباب وكل العائلات وكلها تنتقل علينا، بالذات عندنا زحمه يوم الخميس والجمعه والسبت، ايام العطله هذين تصير عندنا شويه شده في العمل والانتباه واجد، ويعني زي ما تقول ونرفع في حاله، بالرغم اني في حاله طوارئ تو طبعا سياده القائد لا اعطى حاله النفير تو صحيح، ونحن لنا فتره حاله نفير طبعا ما عندناش يوم معين مثلا. الفتره هذه نشد روحنا فيها شويه، لان مع تعاون مع المواطنين كما قلت لك، ومع الاجهزه الامنيه اللي قاعده موجوده كان من الداخلي ومن الخارجي، صراحه مش مقصرين عمان، في تعاون بيننا، في اتصالات، في ربط، اي معلومه تكون عندي ولا عندها بتكون عندي، رابطين مع مديريه امن السيد العميد الصادق الواطي طبعا حسب الامكانيات اللي عنده، صراحه مش مقصر عماله، دائما يرشد فينا ويعطي فينا تعليمات كيف نسير العمل، ومشكور عليه، ويعني هذه المنطقة يعني الحمد لله. إحنا مركز الشرطة حاليا في صيانة ما شاء الله، يعني صيانة بين الله وصلي على النبي. لو نحكي كيف كان وكيف قاعد، شنو التغيير اللي صار معك في المبنى؟ والله نقول لك كبير جدا، يعني زي ما تقول تو كيف كنا وكيف أصبحنا. صراحة الفترة الأعمار المدن برنامج اعمار المدن هذا صراحه هو كان مش مركز، ما نقدرش نقول لك مركز يعني، مبنى يعني مبنى امن، هو على اثر من قبل
تعبان يا صار المشاكل اخرى بتاعت الثوره زاد كسروه اخرى وزاد حرقوه وزادوا معاش يفع. طبعا احنا حاليا وصلنا الى مصيف زوتينا العائلي. طبعا احنا عارفين بان زوتينا معروفه بجمال بحرها. تعال يا احمد جمعه. طبعا هو ما شاء الله احنا جايين اليوم جولتنا اليوم كل واحد خاطر ان تكون جوله بحريه قاضي جوله صيفيه جوله فيها شورتات وفيها كتات تنزل في هالبحر. طبعا تو حنشوفه مع بعضنا لو بحت يا احمد. تعال احمد تسير شويه مش في تبات قدامك ريت هو البحر وانا كيف باين اللون الازرق ما شاء الله اللهم صل على النبي. بحر يسهف والاجواء رائعه جماعه دارين حشاش ودايرين جو جميل جدا والصوره ابلغ من الكلام. وهذا هو بحر زوتينا يا ساده. تو شوي اخر حنهز مع الجماعه ونخشوا على البحر ونشموا بنت. هذا هو قال لك العين تحق واليد ما تطق. هو هذا ولحقوه صعب نعموا فيه لان عندنا شغل. طيب هذا تو شوف احمد جمع الشباب. في اكثر مقاية سياحيه ولا ما احنا طبعا مصايف خاصه للشباب اللي هذا يجروا فيه من الاملاك تمام بجدابيه تخصص له قطعه معينه ويبني عليها الخصائص هذين جميل ودارين قيمه طبعا لكل خص في اليوم تقريبا عرفت 10 15 تقريبا اللي هو الخص اللي فيها لكن ما تشاهد عائلات طبعا قدامها بهنا هم هل المفروض مثلا خدمات كما الله مثلا كيف الحمامات كيف الكافتريات كيف في اجواء هنا اكيد طبعا اكيد ما فيش مصيف ما يقدرش بلا امكانيات لان الحمامات والميه طبعا هو ما دارش مصيف كان كيف ينتقل لواحد اخر هم يتنافسوا هنا في منافسه لان على الشط اللي طول خط الشريط البحر هذا كله اللي هذا واخذ مساحه معينه عطت لها الاملاك ودير عليها المصيف هذا هو حتى جميل وهنا تميز بيه زوتينا بحرها السمح. أيوة. وصلي عليه ما شاء الله قزاز كمان نقول. ويتنافسوا طبعا هم من كل واحد يدير خدمات اكثر، اللي يدير خدمات اكثر يجيب الزباين نفس المحلات ونفس هالمقاهي صحيح. تمام بعضها طبعا حنخلوكم بكلمة احمد جمعه تعيشوا شويه مع اجواء البحريه ويعيشوا باحلى اجواء مع بحر زوتينا. طبعا الاجواء رائعه جدا كما انتم شايفين البحر كما نقول بالعام قزاز ما شاء الله لا قوه الا بالله. اضافه الشط واضافه المكان واضافه الاجواء وحتى العائلات فرحانه مبسوطه بالاجواء. اول شيء انت احد اليوم رواد داخل المصيف ولا نعم احكي لي كيف شفت اجواء المصيف كيف شفت اجواء منطقه زوتينا بصفه عامه؟ والله صراحه صدق يعني بامانه اقول لك هدوء ونظافه وعائلات محترمه يعني حتى استقبال اهل المصيف كويس يعني الحق زي كل سنه نجو يعني ما فيش مشاكل بكل جميل بكل ما فيش مشاكل مثلا صارت برا المنطقه الوضع الامني بعامه صراحه انا لي كم سنه جي هنا المصيف هذا يعني صراحه يعني ما فيش مشاكل صدق شلون تصل منين تصل هنا سكن جدابي سكن جدابي وجي صيفوا هنا نجو هنا استمرار شوف اسبوع اسبوع ما فيش حد من هنا مثلا شباب يضايق فيك مش حد لا لا, لا 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 صراحه لا الحق والله يعني حتى في منظر بدري لا يطف لك قالوا معلش العائلات حاولوا تلبس لبسه كويسه عشان العائلات هذا بتاع المصيف يعني هذا طفل يعني حلو. هذا كله يبوا يشبوا راحه النساء والصبايا هو هذا هو الهدف ان كل الناس جايه هنا تغير في جوها وجايه طعيم من هم الدنيا وهم المشاكل بغير جوها الله يبارك فيك والله ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله اجمعين جماعه صغار يعوموا حتى الكبار ما شاء الله عليهم تعال انا حاسدك راه والله اللهم صل على النبي ورسلنا ما يحطك الا حاسدك ما شاء الله انسنا بجدابيه الاولى الله يطول عمرك وانت راجل معروف ربي يحفظك وطني يا راجل طول عمرك ربي يحفظك ناس ضحوا وناس ضحوا سلمك احكي لي كيف جو البحر ما نحكي لك عليه بكل السنه لا قوه الا بالله ما شاء الله والعويله فرحانين والامور خمسه على خمسه ان شاء الله والامن الشهر كله ان شاء الله مستتم الحمد لله وربي يحفظ رجال الامن ان شاء الله امين ويحفظ وزاره الداخليه والجيش الليبي ان شاء الله يا رب. بالنسبه هنا منطقه زوتينا والمصايف على البحر والاجواء العامه انت كمواطن ليبي كيف شايفها؟ والله قبل ما عندناش حلو لكن بعد فبراير الامور 5 على 5 الحمد لله لكن تو المصيفات السقمن والعائلات ما شاء الله وامن وامان في في تو في دوله في في دوله وفي يعني قبل ما عندناش الحق فينا الحشاش هذين هوني يعني قبل بس هو نسمح الحشاش لا ما نحكي لك بك المصيفات لا قوه الا بالله مهتمين بهم طبعا جماعتهم وبالنظافه
واضح ما فيش هذيك الزحمه. لا لا الحمد لله، قلت لك عائلات كل شيء معروف يعني ان شاء الله. شباب برواحهم، عائلات برواحهم، يعني الحمد لله امور يعطيكم صحة وجزا ان شاء الله سعيده. العيال تشوف فيهم ما شاء الله. جو البحر تمام. اسمك انت؟ نضال. تعالي نضال. تعال. شو جو البحر؟ 100 100. هي ورينا عاطينا صاد شوي. عاطينا بدك 1 2 3 هي هوب هوب هوب. نعم. طبعا اكيد الاجواء رائعه جدا وكرم وضيافه اهلنا داخل منطقه سوتينا او من جدابيه او من اي مكان، هذا شيء معروف على وطننا بصفه عامه شرق غربنا وجنوبنا. وعلى سيره الجنوب حاليا معي من احد اهل مدينه جالو الحبيبه، جالو اللي شرفنا يوم الايام كنا فيها بكلمه أيوة. الحدث وجدنا وش يقول لك منور سوتينا انت وكل عرب جالو. الله يبارك فيك فهمت، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ربي يحفظك. وجايين من جالو فهمت، الحمد لله الوطن ما شاء الله تبارك الله رايق فهمت. الحمد لله في احسن حال. انا جاي من جالو مخصوص عندنا. اي نعم اي نعم، جاي من جالو مخصوص خصيصا والله. فتره تجي حوالي قص 72 ما جيت زيتينو ان شاء الله، لكن العيال قالوا لي شو اللي خلاص شفتها غيبه طويله هذه كلها. ها شو اللي غيبك طويله هذه والله كلها بالاول ظروفه عمل وني فهمت. نعم. وفي الثاني فهمت ما انا قافي. ايوه ايوه، لكن الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. انت وين مقيم؟ انا في زويتينا. اللهم امين. ها لا تو جايين في اليوم، صار اليوم كذا جيتوا طازه الساعه 7:30 طلعنا من غادي ما شاء الله. تبضلوا معنا شويه بحكي لك. اول ما ربي يطول عمرك، اول ما خشيت زويتينا وشفت الاجواء وشفت البحر وشنو شنو رد فعلك؟ انا بروحي نسال طول الطريق، نسال من اول محلات مواد غذائيه، نسال في الجماعه فهمت، لاني انا جاي ايام المدرسه هذه داير فيها امتحان في 72 تمام فهمت. ما نعرفش زويتينا حتى شويه ما فيش شيء فهمت. ما شاء الله تبارك الله فهمت. ما شاء الله والله ربي يعطيك الصحه والحمد لله ومنوره فهمت، ومنوره بوجودكم حتى انتم فهمت. ان شاء الله جده سعيده والبحر ما شاء الله اللهم صل على النبي وعيش اجواءك. العيال قالوا لي الحدث جايين، قلت والله انه شيء ربي يطول عمرك ويجزاك الله خير ربي يحفظك. جسد ان شاء الله الصحب اكيد. احنا هذا اليوم اللي نحكي عليه لما قلنا شرق غرب وجنوب واحد ما كذبناش، اللي ما شاء الله عرب جالو هنا وعرب جدابي هنا وعرب بنغازي هنا وزويتينا هنا كذا بعضنا عايشين. هنخليك قبل ما نمشوا بجو كامل جولتنا داخل منطقه زويتينا تعيش اخرى باجواء كاميرتنا مع احمد جمعه في منطقه زويتينا. حاليا احنا قاعدين في احد المدارس في داخل منطقه زويتينا اسمها مدرسه الرمسه، يعني اسم احد المعارك الجهاد منطقه زويتينا، وهذه المدرسه يتم فيها حاليا الصيانه وقاعدين يصينوا فيها. كيف شفنا في سلبي في ايجابي، احنا قلنا برمجنا يبين السلبيات والايجابيات. شفنا بادي المدرسه والسلبيه اللي فيها ان يقروا العيال في حاويات، بس انا الايجابيه ان في صيانه كامله لها مدرسه. فندي لو تحكينا على هالصيانه، انت بداتوا كيف تمت في الصيانه؟ هذه بدات الصيانه هذه بتسكيرت المدارس تو، حتسكر المدارس طبعا. جاتي فتره نقول لك ايام هم يقروا طبعا، اولياء الامور وقفوا الصيانه قالوا عندنا لنا مدرسه بنات هذه خاصه تمام، هي تحمل الثانويه او الاعدادي هذا. بعدين لما جات الصيانه قالوا نحن اولياء الامور بتاع الطالبات قالوا الصيانه نحن ان شاء الله بعد تسكر المدرسه ابدا في الصيانه. طيب وفعلا كانوا عند الاعد يعني جو بدوا في الصيانه.
هذا المسرح نتاعهم وبدات يعني الصيانه. هذه على حساب وزاره التعليم ام على حساب من؟ والله ابن بدنا شخصيا مش عارف في تو اعمار المدن حتى المهندس تو نفس الجماعه شوفوه من اللي تمام حلو شوفوا الجماعه من اللي هذه اصلا هذه مدرسه خاصه بالبنات هذه بنات بنات ثانويه هذه اسمها مدرسه السمود طبعا مدرسه السمود مسمى لمعركه كبيره في الرمسه معركه الرمسه معلش في زويتينا ما شاء الله حلو الصيانة بين عليها السمود اللي جيناها في بدري تعرف ايش يا احمد؟ والله حتى لو شوفوا الصيانه كامله حتى جعب الصرف الصحي والاجواء كلها يعني خدمه نظيفه يعني احنا ممكن احنا نقولوا ملينا من خدمه المضيف او التلفيق والله تالي يجي واحد يصير لك دي له وجه ازواج وخلاص الشيء هذا واقف عليه ضمير اللي مستلم صحيح. العمل يعني صحيح كان يخاف ربه عنده ضمير فعلا يسبيه صحيح يعني هي أيوة الواحد لما يخاف ضمن سواء كان من المهندس او من الشركه اللي مستلم العمل او من الناس المسؤوله او من الناس اللي دافعه في الفلوس فانت لما تدير سنه تدير سنه كامله مش مثلا واجه زواج وخلاص وخلي لا في خدمات ان شاء الله حمامات لا في عز وجل صحيح عنده ضمير يعني تكون سيارة كويسه باذن الله ونقول ان شاء الله تكون سيارة كويسه ان شاء الله عليه ما يجينا مهندس المسؤول عن التصوير حخليك مع احمد جمعه وتشوفوا اجواء المكان حمد انت شكل المنفذه لسياده المدرسه ان شاء الله انا المهندس المشرف تبع الشركه ربي يعطيك الصحه الله يسلمك شو موفقين ان شاء الله عليكم مده السياده المدرسه هذه كم مدتها؟ مدتها 4 شهور العقد وكم كم بدين انتم؟ بدين من نص اربعه نص اربعه يعني قريب كملوا هاي قريب تكملوا ما شاء الله احكي لي كيف كانت؟ والله المدرسه طبعا كانت من بحكم ان هي على البحر كانت طبعا متاكله واجد بحكم ان هي على البحر فنحن والله اشتغلنا عليها واجد ورطوبه وقشرنا السنواج بدينا يعني مرحله صعبه بكل حتى في بنود مش موجوده في العقد نحن استخدمناها ودرناها من عندنا عشان يطلع الشغل كويس شكرا حلو جميل كانت واخذين الخدمه كانت تطلع مع بعض انتوا واخذين الخدمه كامله لا سيانه ازواج سيانه ازواج مش كل خدمه طبعا الارضيات ما عندناش ازواج كهرباء جديد اضاءه جديده كامله بيبان رواش الالموني ما كانش فيها رواش هنا شويه هنا هذول بيبان الفصول ولا هذا خشب والله جاهز جميل حلو طبعا احنا شبه الطبق الفوقاني خلصنا طبعا المدرسه ما كانتش فيها رواش الالومنيوم ركبنا رواش الالومنيوم جديده حلو وحمايات جديده وشغل فيه وزواج جديد وكهرباء جديد هذا الشغل اللي مطلوب منه هذا الفصل هذا كامل صح؟ ان شاء كامل زواج وكهرباء طبعا مطلوب منه زواج كهرباء مازال بس خدمه التنظيف؟ مازال تنظيف مازال بس كبه مازال فتشكبه طبعا تو مزوقه من اسود شمس. يعني احنا نقدر نقول احنا للطلبه والطالبات سلمنا لهم مدرسه كامله نظيفه محكمه رواش الالومنيوم يعني كما احنا نقول بالعامي ما استرخصتش في خدمه. صح لا ما استرخصنا صور. حلو جميل. حتى حاجه فوق من جهتنا مش مطلوبه منا نديروا فيها عشان صالح البلاد. وفي نفس الوقت صراحة الشركة عشان تطلعوا حاجة كويسة صحيح. للشركة بس هو هذه سمعتك وانت هو الشغل سمعة صح. انت لما تخدم خدمة كويسة اكيد حيجيك شغل 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 واحد اخر فهي كما انت قلت هذه حاجة سمعة البلاد ان احنا البلاد ضحت فتو من واجبنا احنا شنو نصبونا نعم ربي يعطيكم الصحة سلمة بارك الله تو انت بما انك انت نقول انت اشرفت على الشغل داخل كيف كان التعامل مع المختصين في تسليمكم للصيانة؟ بالنسبة هو المتعبين أولياء الأمور طبعاً نحن في فترة شهر تعطلنا ما اشتغلناش بك بداية أو ما استلمنا ليش؟ لأن أولياء الأمور قالوا ممنوع تخدموا طلبة يقروا فاضطرين الطلبة يكملوا امتحاناتهم باش العيد يركز يقولي قد تفي تكسير وكذا وني الحق هم العيد غادي عايز سبلة ما نحكي لك لما تجي الجابة خبر خلاص فقلنا شنو لبينا رغبتهم طبعا وقفنا لحد ما هم انهوا امتحاناتهم نهائيا باش خشينا خشه واحده ما شاء الله يعتبر انجاز راه غريب يعني تو بديم بعد رمضان نحن يعني مشينا مشوار كبير يعني 4 شهور نكمل مدرسه صيانه متكامله زمن قياس يعتبر زمن قياس لكن نحن نعتبر مش 4 شهور اقل من 4 شهور لان بدينا متاخر وحلو حتى لو نقدر احنا نقول لو توفرت الماده
كل شيء دار. فيعني لو ان كل رئيس مجلس بلديه او كل مسؤول انه يصرف على المكان اللي هو اللي مختص به سواء كان تعليم او كان صحه حيتعمر الموضوع. مش مستحيل وفي فلوس الدوله ما حد يقدر عليها فلوس فيه، لكن نص يعدل عند الجماعه الاخرين. جميل. تو انتم سين داخلي وخارجي خلاص. هو كان شبه الداخلي شبه تمام، ان اضاءه تمام، كهرباء تمام، والزواج تمام، فهمتوا؟ التشطيبات الاخيره بالنسبه للجو ما عادش في حاجه مازال. جميل ممتاز. لكن برا الخارج هو اللي متعب، لان تو تشوف ما تسمى برا رطوبه. خارج هو اللي برا على البحر. تو نبوا نكسروا رموا وليسوا وبعدين بنزوقوا كرافت. طبعا احنا تو حاليا قاعدين داخل الشركه العامه الكهرباء ومحطه توليد كهرباء زبوتينا، واحنا عارفين بان اكيد اكثر مكان او اكثر شيء حيوي ويبيه المواطن هو الضي والمي. اكيد فالضي هذا شيء اساسي بالذات ما شاء الله في الاجواء الجو هالعندنا. لكن يا فندي طبعا شو احنا هذه المنطقه الغازيه ولا اسمها. هذه المحطه الغازيه لتوليد الكهرباء. طبعا هذه من المحطات الرئيسيه في على مستوى ليبيا طبعا. جميل. اللي هي طبعا عندنا المحطه هذه ومحطه شماليه اللي في بنغاز. توضحوا لك الرؤيه جماعه المهندسين الموجودين. حلو. وصراحه نقول لك حتى في الاحداث يعني ما وقفتش تختلف، وفعلا اللي فيها ابطال يعتبروا وجاهدوا بالفعل، حتى كان القذايف ومنهم فعلا كانوا يشتغلوا وكان الكهرباء ما انقطعش بالكل. يعني الفتره اللي كان فيها الكهرباء المنطقة الشرقية كانوا يحاولوا يغذوها بأي طريقة، ولعنت فعلا صامدين يعني ما شاء الله بأمانة. يعني هذه يشهدون بها كلها زويتينا الوحيدة اللي ما طفيتش ما وقفتش. تحية كده لهم وكيد للناس يستحقوا الشكر. الواحد أنا المواطن ممكن يسمح في أي شيء إلا في الضي والمية والقوت اليومي، فنحن الضي أساسي. حتى لو نشوف إحنا بكاميرا أحمد أحمد جمعة كده أحمد جمعة قبيل اليوم ما شاء الله متألق معنا أحمد اليوم شحرينا في الشمس وفي اليوم وحل القرش أحمد اليوم ما شاء الله عليه وضغطنا اكيد. فشايفين ترى احمد صورنا الاجواء اللي من غادي كل شيء واضح كذاك ما شاء الله. العمل مستمر واصوات الكهرباء قاعده ما شاء الله فوق، ففي صيانه موجوده، ففي عمل متواصل. اكيد احنا نبغى ناخذ اهل الاختصاص باش يحكوا لنا اكثر ان كم تغطي في مساحتها من وين لعند وين. مرحبتين. مرحبا. اخبارك؟ انت من رجال الكهرباء. الله يعطيك الصحه. وش تعرفوا عليك؟ سيدنا شرطة كهربية. ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. قول لي المحطة هنا تغطي من وين لوين؟ مساحة. والله المساحة هي طبعا في حتى الشركة نتاع شركة جيسكل شركة هونتايا. هذه واخرة مساحة طبعا احنا مازال برا عند الدومات. لا أنا لا لا أنا نحكي تغطي الكهرباء. مثلا عند جدابية والعند وين والعند وين؟ والله من جدابية لعند على مدى التغطية تاعتها. لا هذه تحكي عن المحطة. هذه مربوطة بليبيا. مش مربوطة هذه مربوطة هذه من اللي قلت لك الأساسيات. الأساسيات المحطات اللي مربوطة بليبيا اللي تسمع بيهن كلنا في اللي قلت لك الحتة الشمالية في بنغازي هذه مربوطات. هذه أساسية. لكن في فترة الأحداث صار فصل. صار فصل طبعا نظرا للقذايف اللي فصلن ما بيننا وبين مصراته وبين مناطق اللي انقطع بعض الاسكان بعض الاعمده. بدات هذه صامده صراحه ما طفيتش واشتغلت وغذت حتى بنغازي في احداث بنغازي طبعا طفيت. بنغازي الفتره هذيك طفيت. تمت هذه اللي صامده وتشغل في المنطقه بنغازي وتشغل حتى في تشغل حتى في الواحات. ما شاء الله. لا هي هذه مش مربوطه بزويتينا. هذه على مستوى ليبيا هذه لا توصل عند بنغازي توصل بنغازي عند طرابلس عند المناطق هذه كلها يعني مربوطه. صاحبه يا عمو مشاهدينا الكرام بكي وصلنا بكم لختام جولتنا اليوم من داخل منطقة زبوتينا اللي عشنا فيها اليوم أجواء أروع ما يكون.
اليوم شفنا الوضع العام، شفنا الوضع الأمني، شفنا الوضع التعليمي، شفنا الوضع الإنساني، وضع الترفيهي. زبتينا جميلة بهالها وجميلة بكرب وضيافة أهلها، والجميل جدا بأن الناس يجيها يزوروا فيها من كل مكان، من الجارية، من جالو، من أوجدة، من بنغازي، من قميص، من كل مكان يجوها هنا يزوروا فيها نظرا لشطها الجميل وأجواءها الرائعة وكرم واستقبال أهلها وكل أهل هذه المنطقة. كملنا جولتنا اليوم وشفنا مع بعض أجواءنا، أتمنى أن حقيقة كان الذاكرة معجبكم. كملت لي بالحدث كل يوم بعد يوم هتكون معاكم في مكان جديد في مدينة أو في منطقة أو في قرية من داخل بلادنا الحبيبة. كابت أحمد جمعة القبائل اليوم شكرا صحيكم، كملنا حلقتنا بوت زويتينا ومنها بإذن الله تعالى حنتوكلوا على بركة الله إلى مدينة بنغازي. في الختام بكملنا غير السلام، السلام عليكم.